في حد حيوان وضع تحت ساحة نجرة ووضع فيها يعني ولدت فيه، وراح ردمها وراح ردمها بالتراب، ردم عليها فسلف الثاني طلعها ميتة هي وعيال. فده حكم ايه ده وايه ده ذات. طب بصي يا محمد، عشان انا طبعا مش سامعه قوي السؤال، حضرتك بتقصدي ان في زي قطه ولدت يعني وحد موتها؟ ده زي عزكم الله، ده كلب يعني راح ساحت نجره كبيره ده وضع فيها، راح ردمها هو بالتراب، راح ده سلف التاني طلعها ميته يعني. طيب يعني حد هو اللي اكنه قتل اولاد الكلب ده، صح؟ ده السؤال. هو الكلب هي هتولد بعيالها، راح دفنها. تمام، يا نهار ابيض، حاضر هنرد عليك. دفنها ومواتها، وده ابو ولادي اصلا والله. لا حول ولا قوه الا بالله، حاضر هنرد عليك يا ام محمد. سؤال بصراحه صعب جدا. هي بتقول يعني كلبه كانت بتولد وبعدين حد قام جه دفن الكلبه باولادها، فحاجه كده يعني غير ادميه غير انسانيه، فبتقول ده حكمه ايه؟ يعني هذا الإنسان يعني تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، يعني سبحان الله، يعني هذا الإنسان يعني الواحد بيحضره ثم قست قلوبهم، يعني فهي يعني كالحجارة أو أشد قسوة. يعني الإنسان يعني سبحان بيحاول الله تصور الموقف، إنه ده أنت يعني أحيانا الواحد بيكون مثلا في الطريق ولو بالغلط ضرب حيوان أو حاجة، بقد إيه بيكون نفسيا زعلان وتعبان وما إلى ذلك. طب هذا الكلب لا يؤذي، وكمان يعني لسه حاجات صغيرة مولودة، فليس كلب مثلا ليس كلبا عقورا اللي هو يؤذي ويضر ونحو ذلك، فمما يجوز قتله، لكن هذا لا يؤذي وما فعل معك شيء، ولسه يعني أرواح لسه مولودة، فكيف يعني كيف يعني سبحان الله، هذا يشبهه ببعض الأشياء التي كانت تحصل في الماضي لما كان الواحد يأتي ويأت بنته في التراب وهي حية. يعني كان الكلام ده في الجاهلية. نعم يا شيخ أحمد. نعم، أيام ما كانش فيه ربنا في القلوب. نعم، هو ده بيبقى بالظبط قسوة القلب دي. وقسوة القلب إذا قسى القلب عند ذلك لا يوجد له رادع، لا ليس عنده شيء يقف عنده. النبي يقول من لا يرحم لا يرحم. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتي إليه الهرة فيدني لها الجفنة بيدي، يعني زي الطبق أو حاجة كده يقرب ليها حتى تستطيع أن تشرب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ومما يروى أيضا عن واحد من كبار العلماء سيدنا أحمد الرفاعي الكبير، لما دخل مرة إلى قرية وجدهم قد طردوا كلبا وكان أجرب، أصابه الجرب، فماذا صنع؟ أخذه، رق له، أخذه ووضعه في مكان وثار يتعهده ويطببه حتى برئ وأعاده إلى القرية كما كان. سبحان الله، ما كل فانظر إلى حال هؤلاء وإلى حال هؤلاء. هذا عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يتوب إلى الله، ويعني يا ربي يتعرف على ربنا. نعم، فيتوب لربنا. نعم، يعني يتصدق صدقة ونحو ذلك إن استطاع. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ أحمد.